مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده من بي اون تايم زي كل يوم بكون مع حضراتكم على مدار ساعتين. النهارده حلقه خاصه لمده ساعه قبل اللقاء المهم ما بين منتخب مصر الاولمبي ومنتخب استراليا الاولمبي. لا صوت يعلو فوق صوت هذا اللقاء، لقاء التاهل ان شاء الله بالنسبه لمنتخب مصر، الفوز ولا بديل عن الفوز. الامور قد تكون معقده واحنا بنحب دايما نعقد امورنا ونعقد موقفنا في اي مجموعه بندخلها، كاس عالم كبار، كاس عالم صغيرين، اولمبياد، دوري ابطال افريقيا، اي حاجه بنحب دايما نرمي على حزبه بيرما زي دايما ما بتتسمى. منتخب مصر بيلتقي مع منتخب استراليا في اهم لقاءات اليوم الساعه 1 وفي نفس التوقيت اسبانيا في مواجهه الارجنتين. عندك فرصه للتاهل؟ نعم عندك فرصه للتاهل، التاهل لن ياتي سوى بالفوز على منتخب استراليا. توقعات حضرتك لمباراه منتخب استراليا؟ لقاء ما هواش سهل خالص، استراليا فرقه من الفرق اللي يمكن ما تكونش اخذت توقعات كبيره او يمكن الناس ما ركزتش معاها نظرا لاسماء المنتخبات الاخرى اسبانيا والارجنتين، لكن استراليا فرقه من الفرق الجيده جدا. والدليل على كده ان هي كمان عندها الفرصه وقد تتاهل لو فازت على مصر بعد ما فازوا على الارجنتين بهدفين مقابل لا شيء. تعالوا الاول نعرف التشكيل الخاص بمنتخب مصر النهارده واللي ظهر خلاص واللي فيه بعض التغييرات نتكلم عنها اكيد، لكن نعرف كابتن شوقي غريب ناوي يبتدي اللقاء ازاي. محمد الشناوي لحراسه المرمى وهيلعب ورا باحمد حجازي، اسامه جلال، محمود حمدي الونش، ثم اثنين كريم العراقي يمين واحمد فتوح شمال، في نص الملعب اكرم توفيق فقط، وقدامه اثنين رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر، وبعدين في الهجوم احمد ياسر ريان ومعاه صلاح محسن. التشكيل فيه تغييرات، والتشكيل النهارده لقاء زي ما قلنا ما فيهوش ولا تعادل ولا اي حاجه تانية، انت عليك انك تكسب علشان تشوف موقف المجموعه هيبقى ازاي لما تكسب. وموقفك الوحيد طبعا عندك فرص للتاهل، لكن موقفك الوحيد للتاهل هو الفوز، يعني العنوان الرئيسي للتاهل هو الفوز. هقول لكم على الثلاث فرص الخاصه بتاهل مصر، لكن تعالوا الاول نتكلم عن التشكيل. النهارده كابتن شوقي قرر انه يعني يشيل اللاعب اللي جنب اكرم توفيق، يلعب باكرم توفيق فقط لا غير، ويعوض غياب الديفندر اللي جنبه بمهاجم اخر وهو صلاح محسن جنب احمد ياسر ريان. ده معناه ايه؟ انه الراجل عارف انه تسجيل الاهداف هو الحل الوحيد للتاهل. طيب النهارده انت بتلعب بطريقه، وطبعا هنتكلم في ده مع صديقي العزيز عمر عبد الله بعد شويه، لكن انت النهارده بتبتدي بثلاثه في خط الظهر. والطريقه دي العالم لما بيتبعها او اي مدرب في العالم لما بيختار انه يلعب بثلاثه 3 4 3 3 5 2 ايا كانت الطريقه بالظبط، لكن لما بتلعب بثلاثة ورا ده معناها انك بتبقى عايز تهاجم اكتر منه تدافع. اتعملت قبل كده كتير، ويمكن ابرز المدربين عالميا اللي بيعملها بطرق مختلفه هو انطونيو كونتي، عملها كتير مع تشيلسي وعملها مع يوفي وعملها مع انتر، عملها مع اكتر من فرقه، وهي طريقه هجوميه لان الثلاثه دول بيدوا فرصه للباك اليمين والباك الشمال واللاعب الثاني في نص الملعب ان هم يبقوا متقدمين. لكن انت هل عملتها في اللقاءين الاولانيين؟ لا. اسامه جلال وحجازي والونش، وبعدين الهاف ديفندر اللي هو المفروض اكرم توفيق رقم 6 بيتراجع بعض الشيء عشان يبقوا 4 بيدافعوا، وبقيه الفرقه المفروض تبقى طايره. لكن ده ما بيحصلش. النهارده عندك بعض المخاطره في انك بتلعب في نص الملعب بلاعب واحد فقط. عندك بتاخد ريسك؟ اه بتاخد ريسك، لكن ايه المشكله ان انت كنت تلعب باربعه ورا، يعني تلعب بحجازي والونش واسامه جلال يتشال ويتحط مكانه واحد قدام ايا كان، ناصر ماهر، ابراهيم عادل، صلاح محسن، ايا كان، ونص الملعب يبقى فيه اثنين، يبقى فيه اكرم توفيق ويبقى جنبه امام عاشور، عمار حمدي، ولو اني كنت بشوف ان عمار حمدي ممكن جدا في الطريقه دي يكون افيد وهو باك يمين، بما انه الباك يمين في طريقه الثلاثه ورا بيبقى بمواصفات هجوميه، بيبقى دايما طاير. فتدي تعليمات للباك اليمين اللي هو عمار والباك الشمال اللي هو فتوح بانه تقدموا، انت في اثنين النهارده روس حربه صلاح محسن واحمد ياسر ريان محتاجين عرضيات ومحتاجين دعم كبير من اللعيبه اللي تحتها. رمضان وطاهر اه موجودين ولعيبه كبيره ومفيش مشكله خالص، لكن في مخاطره في التشكيل؟ اه طبعا في مخاطره والمخاطره مطلوبه. تعالوا ناخد كده ايه اللي ممكن ياهلنا للدور الثاني. في حاله تعادل الارجنتين واسبانيا هتصعد مصر مع اسبانيا.
في حالة فوز إسبانيا على الأرجنتين تصعد مصر مع إسبانيا. في حالة فوز الأرجنتين على إسبانيا يتم اللجوء لفارق الأهداف ما بيننا وما بين إسبانيا علشان يعرفوا مين أهدافه تأهله. فوز مصر بأكتر من هدف أو خسارة إسبانيا بفارق أكتر من هدف يصعد مصر مع الأرجنتين. طبعا الموقف معقد، وزي ما قلنا احنا دايما بنحب ده كمصريين، مش بس المنتخب أو مش بس المنتخبات، لكن الأندية كمان بتحب ده جدا، إنها تعتمد على القدر، هيودي مين جنب مين، يكسب إيه، يحصل إيه، يخسر مين، أهداف إيه. انت كان ممكن تحل القصه دي كلها، وكان عندك الفرصه الحقيقه، كان عندك الفرصه انك تكسب وتحل مشاكلك بنفسك. لكن زي ما قلنا كلنا بنتمنى انه النهارده يكون التوفيق حليف المنتخب المصري، ولو ان الفرصه ما هياش سهله. كلنا قلنا انه استراليا قبل البطوله اول ما وقعنا في القرعه، يعني عندنا ماتشين صعبين جدا، اسبانيا والارجنتين، لكن استراليا معانا. نفس الموقف اللي حصل في كاس العالم، ماتش السعوديه في جبنا، بس ماتش روسيا مش عارف ايه، وماتش ايه ايه. طيب هو انت ليه كل مرة بتعتمد على انه الامور تبقى في صالحك كده على الورق؟ يعني انت في كاس العالم اللي فات لو تفتكروا كان عندنا اورجواي وروسيا والسعودية، قلنا هنخسر من اورجواي ونتعادل مع روسيا ونكسب السعودية ونطلع تاني، حسبناها احنا مع نفسنا، حسبناها على الورق كده مع نفسنا، وده اللي بيحصل كل مرة الحقيقة. المرة دي قلنا كده برضو، احنا نخطف نقطة من اسبانيا او الارجنتين ونخسر من الفرقة التانية ونكسب استراليا ونتأهل باربع نقط. طب انت موقفك دلوقتي موقف ما هوش سهل، لازم تكسب استراليا، واستراليا فرقه ما هياش سهله خالص، والفرق اللي بتبقى ما عليهاش ضغط بتبقى حالتها كويسه. يعني قصدي ان انت الطبيعي انه الارجنتين لما تمسك الورقه والقلم كده، لا الارجنتين واسبانيا يتاهلوا بالاسم والتاريخ والاسامي والحاجات دي كلها، ويعني من غير زعل، يعني استراليا تطلع ثالث واحنا رابع، ده على الورق. لكن انت حاولت تفنطها كده تفنيطه مصريه بتاعت ان انا هكسب استراليا واخطف نقطه من الاثنين الكبار، مع انك ممكن تخطف اكتر من نقطه بصراحه. وانا لومي الحقيقه على كابتن شوقي، انه انا حسيت ان هو حتى لو كانت تعليماته مش مباشره مش واضحه المعالم، لكن التعليمات بتاعه التحفظ بتبان للعيبه، بيبان ان المدرب قلقان، بيبان ان المدرب يعني خلوا بالكم ونرجع ونقفل ونعمل، بتوصل للعيبه التعليمات حتى لو جت للعيبة بطريقة غير مباشرة، بيحسوا ان المدرب قلقان. وهرجع تاني للمنتخبات اللي عملت مفاجآت كبيرة في كاس العالم او في اولمبياد او بيبقى المدرب مدي حرية كبيرة جدا للعيبة بتاعت انه معلكوش ضغط، احنا جايين نتبسط وجايين نعمل ماتشات حلوة، وهات عروض لنفسكم، انزل وهات طلع احلى حاجة عندك عشان يجيلك عرض. كل اللعيبة الموجودين في المنتخب عليهم ان هم كمان يدوروا على نفسهم، انا طالع طوكيو عشان يجي لي عرض. كل اللعيبة دي عندها عروض على فكرة، عندها عروض حتى لو شفوية، طب استنوا بعد الاولمبياد نتكلم، طب استنوا يعني احمد ياسر رايان مثلا التاي التركي ده خلاص ده عايزه رسمي يعني. وفي غيره كتير، في لعيبة كتير، امام عاشور عنده عرض في تركيا او حتى كلام شفوي، رمضان عنده حاجات في الخليج، في اكتر من لعيب عنده حاجات ممكن تبقى رسمية بعد الاولمبياد لو تألق. لكن انا لو انا يعني كشاف او مسؤول او حتى وكيل، انا ما فيش حد يلفت نظري في المنتخب كله غير مثلا اكرم توفيق واحمد حجازي والونش، وممكن احط معاهم الشناوي ولو انه الشناوي ما تمش اختباره قوي في اللقاءين اللي فاتوا. لكن انا بقول انه لا، كان في لعيبه كان ممكن يبقى عندها فرصه احسن من كده انها تسوق نفسها. فين فتوح وفين كريم العراقي وفين رمضان وفين طاهر وفين صلاح محسن؟ فين الناس دي كلها لسه ما ظهرتش؟ اتمنى ان هم يظهروا النهارده، لانه زي ما قلنا اللقاء مهم جدا، والتاهل هيبقى من الحاجات اللي بتفرح المنتخب. النهارده منتخب اليد فاز في لقائه على اليابان، والحقيقه منتخب اليد زي ما قلنا بيكسب يخسر رجاله طول الوقت، رجاله طول السنين اللي فاتت، عندنا منتخبات عظيمه واجيال عظيمه عدت علينا كلهم رجاله. ان شاء الله في فرصه للتاهل حتى لو تاني المجموعه، باذن الله هنبقى في الدور المقبل بنواجه ثالث ورابع المجموعه الثانيه، ثالث او رابع المجموعه الثانيه، وبالتالي هيبقى عندنا فرصه ان شاء الله ان احنا نتقدم في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020. تعالوا ناخد اول مداخله مع الاستاذ محمود العدل، عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد. دكتور محمود العدل، دكتور محمود صباح الفل، وسعيد جدا باللي بيعمله منتخب اليد، وردود الافعال العالميه على منتخب اليد دايما ايجابيه، دايما بتفرحنا ودايما بنرفع راسنا ان عندنا منتخب جماعي قوي جدا جدا، في اي حاله بيبقوا لعيبه رجاله. فببارك لحضرتك الاول على الفوز النهارده على اليابان، وكالعاده الحقيقه منتخب رجاله. صباح الفل وصباح الخير على الشعب المصري كله،
والف مبروك لمصر كلها على الفوز اللي حققه منتخبنا النهارده. طبعا ده كان فوز كنا متوقعينه طبعا، وكنا املنا كبير فيه رغم ان احنا بنلعب اليابان وعلى ارضها وفي عقر دارها، الا ان ده من ضمن المباريات اللي احنا كنا ضامنين نكسبها ان شاء الله، خصوصا بعد الهزيمه اللي عدت مع الدنمارك. الاولاد النهارده ادوا اداء جيد جدا، التايم الاول خرجنا فيه بنتيجه كبيره وتراخينا شويه في التايم الثاني طبعا، لان المدرب بيحاول يوزع المجهود بتاعه عشان المباريات اللي طبعا جاي. عندنا لسه لقاءين، ولقاء السويد ما هوش لقاء سهل طبعا. انا النهارده برضو انا حابب ابارك للكابتن احمد الاحمر النجم الكبير اللاعب الدولي اللاعب التاريخي، النهارده احضر 8 اهداف وكده بقى هو الهداف التاريخي لمصر في الاولمبياد طبعا. تمام طبعا، وهو اصلا الهداف التاريخي لمصر في كاس العالم، وهو برضو الهداف بتاع الزمالك في كاس العالم للانديه. صح، الف 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 مبروك يا كابتن احمد. فعلا اسم كبير يستحقه، فعلا هو المنسق الاول للمنتخب القومي لكره اليد. صح، صح، مبروك لمصر كلها، وان شاء الله كده يا رب المباريات اللي جايه واللي بعدها، احنا لسه عندنا الماتش اللي جاي هيبقى السويد وبعدين البحرين. والبحرين. صح، تمام. طبعا احنا كده يعني انا عايز اقول طبعا هنتاكد ان شاء الله طلوعنا للدور المقبل، لكن بقى المراكز هي طبعًا اللي هتفرق يعني. تمام، لكن يعني احنا برضه بنسعى ان احنا بدل ما نبقى يعني ما نبقاش بعد الدنمارك والسويد، يا رب نبقى بعد الدنمارك بالظبط على طول، نبقى الثاني عشان نلعب الثالث في المجموعه اللي جايه ان شاء الله. املنا كبير في المنتخب بتاعنا، منتخبنا هو منتخب السعاده، هو اللي بيقدم الفرحه دايما للشعب المصري، هم الفراعنه، هم اللي بيرفعوا اسمنا في كل المحافل الرياضيه، ربنا دايما يوفقهم يا رب. صح دكتور محمود، انا بشكر حضرتك جدا، ببارك لك مره ثانيه، وان شاء الله ببارك لك باذن الله بعد التاهل كمركز ثاني ان شاء الله بعد الدنمارك، وباذن الله نكمل ونتقدم اكتر في البطوله. تحيه لاحمد الاحمر، اسطوره من اساطير الرياضه المصريه، اللاعب الافضل في تاريخ كره اليد المصريه بلا منازع، يعني يوافق اللي يوافق، يرفض اللي يرفض، لكن ارقام احمد الاحمر اسطوريه، شخصيه كمان جميله، مش بس ان هو لعيب عظيم وان هو الهداف التاريخي في حاجات كتيره جدا، لكن كمان شخصيه جميله، لما تعرف لما تقعد تتكلم معاه الطبيعي يعني ان واحد نجم زي احمد الاحمر بيبقى عنده حته كده انه حاسس بنفسه انه لعيب اسطوري، لكن تقعد تتكلم معاه تحس انه لسه ما عملش حاجه، رغم ان هو عمل حاجات كتيره جدا جدا جدا، ومن الناس اللي انا على المستوى الشخصي مش عايزه يعتزل، واعتقد ان كل المصريين كده مش حابين ان يشوفوا لحظه اعتزال احمد الاحمر في يوم من الايام، ان شاء الله ربنا يعني يطول في عمره في الملاعب، لانه نجم كبير يستحق كل التقدير كل التحيه، أسطورة من أساطير كرة اليد، في أساطير كتيرة كبيرة يعني في تاريخ كرة اليد الحقيقة، نجوم كبيرة جدا 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 جدا، لكن أحمد الحقيقة من الناس العظيمة، أرقام وأخلاق وفنيات وقيادة وشخصية، كل حاجة كل حاجة. تحية لأحمد الأحمر، أسطورة حقيقية من أساطير الرياضة، وكل توفيق للكتيبة بالكامل، كتيبة كرة اليد إن شاء الله تتقدم أكتر في الأولمبياد، ونحصد بإذن الله ميدالية في طوكيو 2020. بعد الفاصل استقبل صديقي العزيز عمر عبد الله، نتكلم معاه عن التشكيل وطريقه اللعب، الساعه 1 لقاء استراليا، لقاء مهم جدا، لقاء الفرصه الاخيره، منتخب مصر عليه الفوز، ثم بقى النظر للحسابات الخاصه باللقاءات الاخرى. تعالوا نشوف الاول تقرير عن المنتخب الاولمبي اللي بيتمسك بالفرصه الاخيره النهارده قدام استراليا للتاهل لربع نهائي الاولمبياد، وبعدها نطلع لفاصل ونستقبل عمر عبد الله. خليكم معانا. تحدي كبير أمام صغار الفراعنة ينطلق بعض لحظات عندما يواجه المنتخب الأولمبي منتخب أستراليا في ختام مرحلة مجموعات أولمبياد طوكيو، وستتجه أيضا أنظار الجماهير المصرية لمتابعة لقاء إسبانيا والأرجنتين، والذي يمني فيه رثاق الشناوي نفس بفوز الماتادور على التانجو، شريطة أن يحقق المنتخب الأولمبي المصري الفوز على أستراليا حتى يصعد الفراعنة وصيفا خلف إسبانيا. وعلى الرغم من استياء الجماهير المصرية من هزيمة المنتخب أمام الأرجنتين في المباراة الماضية، إلا أنها قد تكون فأل حسن لشوق غريب لربما يكرر
ما حدث في كأس العالم للشباب 2001 عندما كان غريب مدربا للمنتخب وخسر من الأرجنتين، ولكنها كانت نقطة انطلاق للفراعنة لكتابة التاريخ وحصد أفضل إنجاز للكرة المصرية بحصد الميدالية البرونزية في المونديال. ويعول المنتخب على مجموعة من النجوم لتجاوز أستراليا والذهاب بعيدا في الأولمبياد، وعلى رأسهم رمضان صبحي وهدف الدوري أحمد ياسر ريان، فضلا عن ثلاثي الخبرة محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش. في النهاية الملايين تضع أملها على المنتخب الأولمبي الذي سبق ورسم البسمة على وجوه المصريين بحمل لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام. فهل ينجح في تجاوز أستراليا وكتابة تاريخ للفراعنة في الأولمبياد؟ مرحبا بحضراتكم جديد. مصر واستراليا في لقاء التأهل للدور المقبل بإذن الله، دور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، مع صديقي العزيز عمر عبدالله. برحب بيك عمر. صباح الفل. مبارك إيه؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. مصر واستراليا ولقاء ما فيهوش اسم على اتنين، يا تكسب يا شكرا. التشكيلة قبل ما ندخل بقى في الفرص والحكاية وبتاع، التشكيلة فيها النهاردة تغييرات وتغييرات فيها بعض المخاطرة لكن يعني مطلوبة. طبعا. فتعال نمسك كده التشكيلة وقول لي وجهة نظرك فيها. في البداية طبعا انت داخل مباراة ما عندكش انصاف حلول طبعا خالص، لازم تكسب وتستنى فعمل اللي عليك الاول بالظبط. يعني ما ينفعش ان انت تعمل اي حاجة عشان تستنى وبعدين نشوف بقى نشوف الناس بقى تخدمك ولا لا. فبالتالي كان التغييرات مطلوبة، لكن هي تغييرات مش على صعيد الافراد بس، يعني في المباراة الاولى والمباراة الثانية كان على صعيد الافراد لكن السيستم هو هو صح، بنفس الطريقة بنفس القصة، شلنا بس طاهر حطينا صلاح محسن، شلنا امام عاشور حطينا عمار حمدي بالزبط. لا النهاردة في تغيير على صعيد الشكل كمان صح، التاكتكس نفسه اللي ممكن يلعب بيه كابتن شوقي غريب وهنشرحها يبقى معانا في كشرح، لكن هو في الاخر بيروح لنفس الطريقة اللي بيفضلها كابتن شوقي غريب. يعني انا كنت اتخيل ان كان ممكن التغيير يبقى باتنين في قلب الدفاع بدل ثلاثة بالظبط كده، لكن هو حافظ على الثلاثة، لعب بالتلاتة زي ما هم على امل ان هو يستفيد، او ان احنا على امل ان هو يستفيد من فكرة الدفاع الثلاثي. ليه الدفاع الثلاثي؟ هو اصلا لو تفتكر لما كلمنا في اليورو قلنا ان لويس فرخال قبل اليورو قال ان المستقبل في الكرة للتلاتة الدفاع الثلاثي، وكل فرق العالم او اغلب فرق العالم بدأت تلعب بدفاع ثلاثي. حتى شفنا ريال مدريد مع زيدان لعب في فترات بدفاع ثلاثي، تشيلسي توج بالشامبيونز ليج بالظبط، وفي كتير في تشيلسي توج تشامبيونز ليج بدفاع ثلاثي. بس الميزه في الدفاع الثلاثي هو بيديك ادفانتج في حاجه للاسف احنا مع المنتخب ما استغلناهاش. انت لما بتلعب بثلاثه الاثنين قلبين الدفاع بيروحوا يبقوا ظاهرين بيسترتشوا شويه، في واحد بيبقى باك يمين وواحد باك شمال، والظاهرين بيتحولوا الوينج باكس يطير خلاص، فبيساعدوك في التحولات طبعا، وبيساعدوك في الاستحواذ ان هم بيفتحوا الملعب كمان في الثلث الهجومي، والرقم 6 الديفندر هو اللي بيمين معاهم شويه وبقيه الفرقه كلها بتطير هجوميا بالظبط. فانت فعليا بتامن قلب الملعب بقلب الدفاع اللي هو هيكون احمد حجازي وقدامه اكرم توفيق وهيبقى اسامه والونش بيقوموا شبه ظاهرين والكره مش معاك، وطاير بقى كريم العراقي وفتوح والمفروض الديفندر الثاني لو جنب اكرم امام بقى عاشور او عمار حمدي بيطير بقى جنب الهجوم مجموعه المهاجمين. ده احنا ما عملناهوش صح في المباراتين اللي فاتوا، احنا ما عملناهوش، فما استفدناش من الثلاثه من قلب الدفاع. انا شفت الباكين متحفظين جدا واقفين تماما ما بنروحش، فبالتالي ده عطلك الفريق، بقى عندك نقص كبير جدا في الناحيه الهجوميه صح. اتمنى بقى ان احنا طالما اخترنا ان احنا نكمل بدفاع ثلاثي يبقى نستفيد بقى من الخطأين اللي فاتوا، بالذات انك النهارده فضلت انك تلعب بواحد هاف ديفندر بقى، رجعت بقى انك كمان عايز تاخد مخاطره زياده يعني، رجعت لما يحبه كابتن شوقي غريب. ايوه شوقي غريب بيحب واحد دي اكرم توفيق ولعبه في بطوله افريقيا كلها صح، كان واحد لوحده بيلعب بثلاثة ثلاثة ثلاثة واحد بس هما ثلاثة ورا ثلاثة في النص بما فيهم الظاهرين وثلاثة مجموعة هجومية تحت الفيرويد صح، جناحين وصانع ألعاب وواحد تحت الفيرويد. النهاردة هيعمل كده وفقا للتشكيل اللي معانا ممكن يعملها، بس هيبقى فيها ريسك انه هيضم رمضان صبحي يبقى هو البلاي ميكر، يبقى هو البلاي ميكر رقم 10، ويبقى صلاح الجناح شمال، صلاح جناح وطاهر يمين، وطاهر يمين، ولا يلعب ب 3 3 2 2 2 ممكن. يعني رمضان وطاهر وقدام احمد ياسر وصلاح ممكن، بس دي هتبقى فيها مخاطره اكبر على اكرم لان لما بيلعب ب 3 3 3 1 الرقم 10 بيرد شويه مع اكرم توفيق، لكن لو لعبت 3 3 2 2 خلاص المساحه بتاع قلب الملعب دي كلها طبعًا. اكرم لوحده واحد لوحده اكرم لوحده، فهي فيها ريسك بس خلينا نقول ان الكره بقالها اكتر من 15 سنه مثلا الطريقه دي ارقام
التنفيذ في الملعب هو صح. هو اللي بيحسم الموضوع جدا. لان انت ممكن تنزل على الورق جوارديولا مثلا لما تيجي تقرا التشكيل بتاعه بتلاقي اتنين هافات يمين وثلاثه فراوده او مستحيل تربط ده باللي بيحصل في الملعب حاجه ثانيه خالص. فالواجبات بقى هي اللي بتشكل لك الاربعه دول واقفين ازاي الثلاثه ده تلاقي المفروض ان واحد زي دي بروين ده بلاي ميكر اللي بيلعب في خط النص بس دول جوارديولا يعني مثلا احنا بنضرب امثال يعني عشان محدش ياخد برده ثم نقارنش الموضوع فلت شويه ده احنا رايحين صحيح قوي بس عامه يعني نتكلم على الكوره عامه فبالتالي انت في النهايه الشكل الرقمي ده مجرد رقم ورق يعني لكن اللي في الملعب حاجه ثانيه بيبقى التنفيذ بقى انت بتشوفها ازاي هل رمضان فعلا هيبقى عنده واجبات دفاعيه والكوره مش معاك هل رمضان هيلعب جناح بمكانه وهيبقى الاثنين يردوا مع الـ مع الـ مع الظاهرين والظاهرين يخشوا شويه مع جنب اكرم فيها اشكال كتير ممكن تحصل في الملعب يعني تعالى نطلع لفاصل نرجع بقى نشرح للناس اللي ممكن يعملوا في الاسامي اللي احنا قلناها ايا كانت بقى الطريقه ايه بس في الملعب السيناريوهات عامله ازاي هيلعب اتنين روس حربه هيلعب طب لو اتنين روس حربه محتاجين كروسات كتير الثلاثه بقى اللي تحتيه مين يعني القصص كلها في الملعب عامله ازاي تعالوا نطلع الفاصل سريع ونرجع على تاتش سكرين مع عمر نشوف كده ممكن كابتن شاوي يبدا ازاي النهارده عشان يقدر يفوز على استراليا مرحبا بحضراتكم من جديد على التاتش سكرين نعرف كده ايه اللي بيحصل النهارده وبعض الحالات الخاصه بمنتخب استراليا ونشوف ممكن يحصل ايه في لقاء مصر واستراليا نبدا يلا في البدايه احنا عايزين نقول ان احنا قدام في مباراه ما بين فرقتين الاثنين ما بيحبوش استحواذ حلو ولا مصر لعبت على الاستحواذ في الماتشين بتوعها ولا استراليا لعبت على الاستحواذ في الماتشين بتوعها والاثنين خسروا الاستحواذ والاثنين خسروا قدام اسبانيا فريق كبير يعني طبعا. يمكن الموضوع كان قريب شويه قدام الارجنتين لكن في النهايه احنا بنلعب قدام فريق بيلعب تحت الكوره قدر انه يستخدم الشكل ده قدام الارجنتين ويخطف هدفين هدف مبكر في الشوط الاولاني وهدف تاني بعد طرد استغله لكن قدام اسبانيا الامور كانت اصعب رغم ان هم في النهايه خسروا بضربه راس من كره ثابته حلو خلينا نقول ان هو دايما استراليا بتبدا والشكل ده هيتغير على فكره ان هو بيلعب المباراه اللي فاتت لعب 4 4 2 2 4 4 2 او 4 4 1 1 حلو يعني بيلعب 4 4 2 او 4 4 1 1 النهارده غير الطريقه وده هنشرحها على الـ على الـ على الـ السكرين معانا ان هو النهارده بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع دايما ما بيبداش ضغط عالي بيبدا من ميديم بلوك بيبدا من نص الملعب بالاثنين لاعبي الوسط فبيبدا ان هو يجرجر الفريق ان هو يبدا يخش معاه في الزحمه ما بيضغطش ضغط عالي عشان ما يسيبش مساحات في خط الوسط فانت تقدر تخترقه شوف الصوره اللي بعديها نفس الشكل بنفس الطريقه بس في دقيقه ثانيه من المباراه في دقيقه 18 محافظ على نفس الشكل برده 4 4 2 هم الاثنين اللي بيقابلوا على طول تعال نشوف بقى لما بيسيب مساحه ودي نقطه الضعف اللي احنا ممكن نشتغل عليها منتخب استراليا لما بيسيب مساحه تقدر تخترقه لان هو فريق قوي جدا بدنيا وعنده سرعات لكن فريق في الكوره قليل صح تقدر ان انت كورتهم بس قليل. بدنيا عاليين جدا فانت برضو من الحاجات اللي المفروض كابتن شاوي غريب يتكلم فيها مع اللعيبه ما تخشش في صراعات ثنائيه خالص ما تلعبش الكوره ان انت هيد تو هيد بدني صح. ولا سرعات العب الكوره خليه هو يجري ورا الكوره زي ما اسبانيا عملت بالظبط تعال نشوف الصوره اللي بعديها اسبانيا ازاي خلت المنتخب الاسترالي ما يجريش ورا يعني. بالظبط ما يجريش لان هو لما بيخش يبدا يعمل الضغط من التلت الوسطاني بيجبرك ان هو بدنيا يجبرك ان انت تطفش ما تلعبش لعبك هنشوف الصوره اللي بعديها الكره بدات ترجع هنا فبدا نفس اللعيب هو لان القدرات البدنيه هو بيضغط فالكره طلعت غلط الكره اللي بعديها بقى هي الكره اللي بدا منتخب اسبانيا يجري استراليا ورا الكره ما يجريهوش وراهم تعال نشوف بقى التبادل الكرات ما بين كوكوريلا اللي لاعب المنتخب الاسباني والكره بدا منتخب استراليا يسيب المساحه لانه بيجري ورا الكره مش ورا لعيبه اسبانيا تمريره والثانيه على طول بتوصل لبيدري والكره بتتلعب بص بقى هنا اوريادابال هيقطع في المساحه كل ده لان الضغط اللي برضه في مساحات في كل حته في يعني كل حتة. لان الضغط الاولاني اتضرب اتضرب ازاي بانه ما خلاهوش زي اللقطه الاولانيه اللي معانا ما خلاهوش يخش بدني في بدني, بدني. او لا يعني خلاه يجري ورا الكره فتواجدت الكره بالظبط فتواجدت الكره لاوريادابال جوه ال 18 سدد مباشره وكانت كوره في العارضه في بدايه المباراه في الدقيقه 20 فبالتالي انت بتلاعب فريق لو سبته يضغط عليك بدنيا ويحول المباراه لمعركه بدنيه زي ما عمل مع اسبانيا اللي قدراتها عاليه جدا في التمرير هتتعب لكن في وانس ان انت تخليه يجري ورا الكوره مفيش لعيب بيلحق الكوره صح
مفيش لعيبه وده اللي خلاهم يتفوقوا على الارجنتين. الارجنتين ما قدرتش تعمل معاهم ما قدرتش تدور الكوره وسابت لهم مساحات كتير. فالارجنتين اتفاجئت بالمستوى البدني لاستراليا جدا، فدخلت اللي تفوقوا فيه جدا بالزبط. فكان الفرق هنا وده كان فيه اصلا السبب النتيجه الاولانيه كانت كارت احمر للارجنتين في صراع بدني، وبعد كده خلاص الموضوع فتح في المساحات. ده بالنسبه لمنتخب استراليا. عشان نلخص الموضوع، فريق بدني قوي جدا بيضغط بقوه، سرعته عاليه فبالتالي انت اللي عليك ما تخليهوش يجرجرك لمعركته، جرجره انت لمعركته اللي هي كوره. بالظبط، سيبه الكوره هي يجري ورا الكوره. بالظبط كده. طيب احنا بقى منتخب مصر الناحيه الثانيه، من اهم الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها واحنا قاعدين، انت ما استفدتش بالدفاع الثلاثي. ده الشكل بتاعك وانت بتدافع. جميل جدا ومقبول، كل واحد مع واحد وسدد المساحات وعمار جنب اكرم. وكلام جميل جدا. نشوف الصوره اللي بعديها برضو هتلاقي نفس القصه، الشكل الدفاعي. طب بس لما الكوره بتجيلك ايه اللي بيحصل؟ هنا العطل. انت تاخد الكره بتعرفش، مش عارف تعمل بيها، مش عارف تعمل حاجه. بس صح، انا عارف اعمل ايه والكره مش معايا. طب والكره معايا، انا مش عارف اعمل ايه. فبالتالي هتلاقي المنظر اللي هيحصل، بتلجأ دايما لاما كره طوليه ملهاش صاحب، ولا اما تقعد تمسك الكره في الاخر ترجع تاني. وده اللي حصل دلوقتي. تعال نشوف الكره بعد ما تردد يعني. ده اللي رايح بالكره ده فتوح. عيننا بقى على كريم العراقي، واقف قبل نص ملعبه ماشي ثابت خالص. رغم ان انت في ثلاثه لازم اول ما تاخد الكره الاثنين دول ده هنا وده هنا على طول، لان في اوريدي ثلاثه صح، وفي واحد في القلب اللي هو اكرم معاهم صح. انت خايف من ايه؟ صح، روح انتوا روحوا. وفي واحد وفي ثلاثة، في يعني اربعه بالظبط. لكن انت لما بترجع بتبقوا سته، فبتسيب اربعه قدام على الكوره. تعال نكمل كل ده. فتوح ماشي وكريم مش في الكادر كل ده. بص كريم ابتدى يظهر، لما الكوره اتسلمت لرمضان صبحي. فبص المنظر، مفيش اي مساحه، اي لعيب يبقى فيه متنفس. يعني الراجل ده عشان يستلم قدامه واحد، الاثنين دول اصلا عليهم ثلاثه، هم واحد على واحد، احمد ياسر ريان واحد اثنين ثلاثه واقف في النص، وصلاح محسن ممسوك الكلام، وكريم لوحده. لكن عشان توصل له الكره دي انت بقى اصلا جاي في البلايند سايد، لازم تيجي بدري طبعا، لان انت المتنفس بتاعنا. وعشان نقول ان الكلام ده له دلاله، في ماتش كوت ديفوار في نهائي افريقيا اللي كان هنا، مين اللي جاب الجول الاولاني؟ كريم. بس عشان تلعب فرق انت نفسيا، ماتش البرازيل اللي هو الود دي نفس الكلام، نفس كريم برضه اللي سجل. لان انت بتلعب في ماتش البرازيل ودي، ما عندكش مشكله، فمتحرر من الضغوط جدا قدام كوت ديفوار، فرقه انت حاسس ان هي يلا بينا على ارضك وسط جمهورك، فانا لازم اكسب يعني. فانت هنا، انت هنا ليه متكتف؟ تعال نشوف بقى نتيجه اللي حصل ده ايه. استلم رمضان، استلم فتوح، تبادل كرات فلات، مفيش اي خلق للمساحه خالص. لحد اما هترجع، لحد ما ترجع لورا تاني. فخلاص صباح الفل، الموضوع كله شكرا. خلص من اول خلاص. وكثافه الارجنتين قافلالك كل المساحات بشكل واضح جدا، فهي طبعا قافله كل الفرص. طب فانت عشان تضرب الموضوع ده تحرك سريع، خد الواجب الهجومي بتاعك. في الكوره مفيش لعيب بيلعب نص كوره، ما تجيش تقول ده لعيب بيدافع بس. نص كوره دي ما بقتش دي موجوده، مفيش. هات لي اكبر دستروير في نص، دستروير اللي هو لعيب الديفندر في نص الملعب، كانتي مثلا بيباصي، جدا. وبيكمل وبيجيب الجوان ساعات صح. فمفيش كاسيميرو نفس القصه، فابينيو في ليفربول نفس القصه، اللعيب اللي بيقطع ويقف ما بقاش موجود. حتى في الظاهرين ما بقاش في الظهير اللي بيدافع بس ويرفع من تلتين ملعب صح. كله بيروح صح. فبالتالي انت كتعليمات من المدير الفني او انت كلاعب في الملعب، روح يعني خد الريسك وروح، لان لو ما روحتش ده المنظر صح. ده الشكل، وزي ما بقول لك ما كان مقبولا امام اسبانيا غير مقبولا امام الارجنتين خالص. الفرق المستوى، الارجنتين لا تحمل من الارجنتين غير الاسم ولا حاجه خالص، منتخب ضعيف جدا جدا والله جدا، وكان ممكن تكسبه فعلا واحد واثنين يعني بمنتهى السهوله صح. ويكفي ان احنا نقول ان نجم الفريق أليكسيس ماكاليستر احتياطي في برايتون، رغم ان الارجنتين طول عمرها اجيال يعني عظيمه حتى في الناشئين والشباب وبتاع على طول يعني دايما. نفتكر سافيولا في 2001، 2004 ذهبيه كان نجمها تيفيز، 2008 ذهبيه ميسي نجمها، يعني ده اقل جيل منهم يعني. تعال نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، ناخد بقى التشكيله وطريقه اللعب. هل كابتن شوقي النهارده هيلعب ب 3 3 3 1 ولا ب 2 2 قدام؟ دي قصه كده صعب انها تتفهم قوي، لكن خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. عرفنا التشكيل، لكن طريقه اللعبه هتبقى عامله ازاي؟ تعالوا نعرف مع عمر ايه بقى اللي هيحصل.
احنا عندنا لغز في منتخب مصر زي ما احنا كنا بنتكلم 3-3-3-1 المفضله ولا 3-3-2-2. حلو، تعال نبدا ب 3-3-2-2 ماشي، عشان ثلاثه مميزاتها وعيوبها. بالظبط، لان 3-3-3-1 فيها تغيير في مركز رمضان صبحي. بالظبط كده، فهنقوله برضو صلاح او يعني واحد وصلاح من محسن ماشي. فهنقوله برضو بعد ما نخلص دي. هو لو ابتدينا بال 3-3-2-2 الاقرب، طبعا الشناوي لا خلاف عليه، احمد حجازي هيبقى موجود هنا في المنطقه اللي هي بتاعه صناعه الليبرو عامه، وفي وفي الهجوم وجنبه بالونش واسامه جلال والونش واحد في نص الملعب لوحده خالص. دي مشكله كبيره بالنسبه لاكرم ماشي. عشان اكرم هيغطي المساحه دي كلها لوحده، لان لما بيلعب كابتن شوقي بيلعب بثلاثه، بيقول الاثنين اللي جنب حجازي ثابتين، وبيلعب بالثلاثه اللي في نص الملعب مش جناحين، بيحط الباكين كجناحين. فبيبقى هنا كريم العراقي وهنا فتوح. حلو. وبيبقى اكرم لوحده مطالب منه انه يغطي المساحه دي كلها، اللي في ظهره واللي في وشه بالظبط. قدامه بقى اثنين، قدامه بيلعب ب هنقول طاهر ورمضان صبحي، واثنين مهاجمين اللي هم صلاح محسن واحمد ياسر ريان. حلو. تمام. القصه دي كلها هتتطلب ان الفريق كله يبقى كومباكت عشان ما تسيبش المساحه دي يغطيها اكرم توفيق كله لوحده، لانك لو سبت اكرم هنا بيتحرك في المساحه دي كلها لوحده بمفرده هيبقى شبه مستحيل، خاصه تهلك بدنيا بدري خاصه ان الراجل الناحيه الثانيه مغير النهارده. هو طول يعني المباراتين اللي فاتوا لعب 4-4-1-1 ليه 4-4-2 واحد مش من مش خط اربعه، النهارده بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع. فبيلعب بثلاثه في قلب الدفاع واثنين وينج باكس واثنين ديفندرز وواحد صانع العاب تحت اثنين فراوله. طب ده سؤال مهم جدا، ده معناه ان هو رد فعل لطريقه شوقي غريب في الماتشين اللي فاتوا. فبيلعب بثلاثه النهارده ليه؟ في التصور انا ان الثلاثه بتاعته مش الثلاثه بتاعتنا خالص. الثلاثه بتاعته عايز حريه عشان يطير، عايز يطير الاثنين دول. بالظبط كده، عايز يطيرهم يحطهم، وغالبا هيطير ده واحد من الاثنين دول. فبالتالي مهدي بقى مع المجموعه اللي قدام. فبالتالي انت هتلاقي اكرم مطالب انه يغطي المساحه دي كلها قدام واحد من الاثنين دول، وقدام صانع الالعاب بتاعهم، ومع واحد من الاثنين المهاجمين اللي هينزل يستلم. طبعا خاصه ان كريم وفتوح لما هيرجعوا هيبقى برده المساحه دي هتبقى فاضيه خالص. هيتطلب ان رمضان وطاهر يرجعوا وهم مهما كان ادوارهم الدفاعيه مش بالشكل ده طبعا. فالحل الوحيد ان هم الاثنين يرجعوا هنا كده كروس في نص الملعب ماشي. ما يرجعوش على الخط، يرجعوا يقفلوا شويه، يضموا على بعض بالظبط، عشان يبقى في الشكل النهائي اكرم قدامه طاهر ورمضان في نص الملعب ماشي، كاتنين 8 مش 2 7 و11 جناحات. أوكي. تمام. حلو. ده الشكل الاولاني، ده 3-3-2-2 3-3-2-2. حلو. تمام. هو بالظبط كده، رمضان هينزل يرد هنا وطاهر هينزل يرد هنا حوالين اكرم عشان يوفروا له شويه الحمايه، لان لو سبتهم يلعبوا كجناحات بيردوا قدام الباكين اكرم هيبقى عنده هنا صحراء طبعا شغال فيها لوحده. طبعا شغال فيها لوحده. الماتشين اللي فاتوا كان جنبه عمار وكان جنبه امام صح، النهارده مفيش، وانا كنت شايف انه حد منهم يكون موجود جنبه الصراحه. انت النهارده نص ملعب بدنيا قوي جدا وبتخليه يواجه لعيب واحد مهما كان مازنجر مش هيقدر مستحيل. يواجههم لوحده مستحيل. وكان مقبول انك تستغنى عن اسامه مثلا وتحط عمار هيعمل لك الاثنين بالظبط كده، هيقف جنب اكرم يسد شويه في الشكل الاستخلاص الكوره، ولو اكرم ضعيف ممكن تحط امام. طبعا شايف ان انا اسف لو عمار ضعيف شويه، لو انت شايف ان عمار بنيته ما تسدش مع استراليا تحط امام، ويبقى الشكل 4-2-3-1 مثلا او 4-4-2. وعمار ما كانش يستخدم في الباك اليمين في الطريقه دي كوينج باك. طبعا بيلعب مع الاتحاد مثلا، لعب مع كابتن حسام حسن في بدايه الموسم، كان كابتن حسام بيلعب بثلاثه ورا. أيوة. كان عمار بيلعب في الوينج باك ناحيه وانت اليمين، وانت محتاج من الطريقه دي في الباك اليمين او الوينج باك ان هو يبقى طاير بس. طاير بالظبط، انت مش محتاج منه دفاعيه، عنده قدرات هجوميه، فبالتالي كان ممكن عمار تستفيد منه في الحته طبعا. دي، لكن هيبقى نفس الازمه لو حطيت عمار لعبت نفس الطريقه هيبقى يبقى نفس طبعا. الازمه طبعا. فانت هتطالب الاثنين الجناحين في ال 3-3-2-2 الاثنين الجناحين لما يجوا يضموا القلب الملعب ما يضموش على طرفين، لان ساعتها هيبقى انت الونش اسامه جلال داخلين، كريم العراقي وفتوح هيبقوا هنا، وهينزل اكرم توفيق واثنين لعيبه الاطراف ينزلوا في قلب الملعب. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه بقى انه يلعب ب 3-3-3-1 ده معناها انه في تغيير هنا في الاربعه اللي قدام. الاربعه اللي قدام بالظبط كده. لو اتكلمنا قلنا ان في الاربعه اللي قدام هيبقى فيه هيجي رمضان صبحي
هيبقى صلاح محسن رمضان صبحي هيخش جوه أيوة. ال 18 هنا هيبقى أيوة. جوه في قلب الملعب أيوة. وهيبقى صلاح محسن صلاح محسن هي مكانه هنا أوه. على الطرف وهيبقى احمد ياسر ريان لوحده كمهاجم صريح جوه ال 18 لفريق المنتخب استراليا. مميزاتها وعيوبها. رمضان مش مكانه بلاي ميكر دي اول حاجه. ده اول حاجه مكانه فيها. ماشي نوعا ما يعني شويه ممكن يلعب ناحيه الشمال ماشي صلاح شويه ممكن يلعب ناحيه الشمال حلو ولعبها مع الاهلي طب. ولعبها مع المنتخب الاولمبي شويه كجناح شمال بالظبط. لكن رمضان 10 صعب مش بتاعته قوي مش بتاعته بتحتاج ترنات معينه طبعا. بتحتاج نزول للكوره كتير مش تقليلا من رمضان خالص خالص. رمضان ميزته ان هو بيجي بوشه ايوه لما تخليه بظهره الموضوع بيبقى صعب شويه بيبقى عنده مشكله زائد ان انت ما حلتش برده نفس القصه خالص لان الميزه الوحيده اللي في 3 3 3 1 عن 3 3 2 2 ان رقم 10 اللي بيبقى هنا ده ايوه بيرد شويه مع اكرم بس رمضان ما عندوش دي وبرده انت هتستهلكه بدنيا انت محتاجه اكتر هجوميا وخد بالك اللعيب لما بيعمل محاوله واتنين في الماتش وما يجيبها بيزهق طبعا فلو رجع مره واتنين وما عملش حاجه هتلاقيه وقف وقف واحد منك. طبعا لما كان بيعملها ناصر ماهر لما بيلعب الواحد ده لما كان بيرجع يرد مع اكرم في بطوله افريقيا ماشي. وبعد ما اتصاب وعمار نزل مكانه كان بيرجع يرد مع اكرم حل. في بطوله افريقيا لكن رمضان صعب ان هو يلعب هنا 10 ويرد جنب اكرم توفيق يعني ده معناه انه لو كان كابتن شوقي هيلجا لطريقه 3 3 3 1 يبقى الافضل انه كان يبقى ناصر هو اللي موجود في الملعب صح كده لو 3 3 3 1 ناصر وطاهر ورمضان بالزبط. واحمد ياسر ريان بالظبط حلو السؤال الثاني طاهر ظهر في اوقات قليله جدا في مشواره كلاعب رقم 8 هل من الممكن ان هو يكون النهارده رقم 8 ما اعتقدش انا استبعدها بس صعب. هل ممكن يعني طالما لعبها قبل كده ممكن يبقى فيها ريسك بس الريسك عالي قوي بقى عالي لانه بقاله كتير ما لعبهاش جدا وفي الاهلي بقاله كتير بيلعب في الحته دي صح وبواجبات دفاعيه مع موسيماني برضه لان هو بيبقى هو اللي واخد الواجب الدفاعي اكتر من الوينج اليمين في الاهلي ماشي. يعني سواء كان الوينج اليمين او الوينج الشمال لو حسين بياخد هو واجبات دفاعيه عشان هو بدنيا اقوى شويه صح. لو اجايب يبقى ياخد هو برضه الواجبات الدفاعيه عشان بدنيا اقوى شويه فبالتالي هو متعود انه يلعب على الطرف ويرجع يرد ماشي لو حطيته 8 هو اختيار بس ريسك تحط لعيب مش في مكانه وكان ممكن يعني تعملها بلعيبه ثانيه بالظبط لسه هقول لك بقى تلعب لعيب مش في مكانه في ماتش مصيري وعندك البدل اللي تلعبها فهيبقى ليه ان انت تحطه في 8 طب انا همشي معاك بقى بسيناريوهات تقدمت في الشوط الاول في الشوط الثاني تقفل نص ملعبك تنزل امام او تنزل لازم. ناصر او تنزل لازم. وده مش هيبقى تقفيل لان سواء كان قصدي تامن لا انا معاك لان سواء كان امام او ناصر او عمار عندهم القدره الهجوميه جميل. فهو مجرد ان انت الراجل ده بتقف جنبه شويه صح. يعني تاخد بيده يعني تاخد بيده يعني لو هو ادى اللي عليه وربنا كرمنا الشوط الاولاني وجبنا فخلاص حط حد يسد معاه انت بتلعب فريق بدنيا قوي جدا جدا قوي جدا حتى اخر دقيقه حتى اخر دقيقه وهي الكره الاستراليه كره كلاسيكيه جدا تعتمد على القوه البدنيه والانطلاقات والسرعات يعني يعني فبالتالي انت لازم تحط حد يسد معاه في الحته دي حلو فممكن تدفع بامام عاشور او بايا كان مين بعمر لو اتاخرت لا لو اتاخرت لازم تسحب واحد من الثلاثه لازم تسحب مثلا اسامه جلال لازم وتحط ابراهيم عادل لازم او اي حد بقى في الشباب قدام تحط لو يعني من اللي موجودين بره يا ابراهيم عادل يا ناصر ماهر على حسب برضه ناصر انت محتاج حد يمسك الكوره وبلاي ميكر اعتقد اعتقد يعني ولا محتاج حد دريبلينج على حسب سير الماتش وانت قاعد بره فانت عندك الاثنين ابراهيم دريبلينج كويس جدا وبيعرف ياخد الكوره في مساحات الضيقه والمساحات الواسعه حلو وناصر يعرف يحرك لك الناس دي كلها وناصر يعرف يحرك لك الناس دي كلها فانت يعني لا قدر الله لو متاخر رقم واحد لازم تسحب واحد من الثلاثه اللي ورا وهو الاقرب هيبقى اسامه مش عشان حاجه برده مش بنقلل منه لكن خبرات بالظبط يعني خبرات وحجازي مع الونش الموضوع هيبقى اكثر امانا يعني طبعا. وتزود واحد في نص الملعب واللي في نص الملعب ده على حسب انت شايف الماتش عايز ازاي عايز دريبلر ولا عايز بصير ساعتها هتحدد سواء كان ناصر او تاخد الريسك او انت. ابراهيم عادل شوقي غريب ياخد الريسك امتى يعني دلوقتي 0-0 لحد الدقيقه 50 او الشوط الاول طلع 0-0 تاخد ريسك من بدايه الشوط الثاني بما انك لازم تكسب لازم انا لو هتسالني انا على قناعاتي لا لازم اخد الريسك 45 0-0 لازم خلاص ما عنديش طب 0-0 زي 4-0 ليه مش فارقه خالص انا بره صح فخلاص صح. لازم ال 45 دقيقه التانيين ما ينفعش ان انا افضل برده ماسك الريسك لحد يمكن اخطف في الدقيقه 80 لا ما هو افرض هو خطف في الدقيقه 80 عادي خلاص عادي وانا اتخطفت في ماتش اسبانيا في الدقيقه كده او في ماتش الارجنتين اتخطفت بكره ثابته وما عرفتش تعوض صح خاصة ان انت راس مالك ان هو يفتح لك وتروح صح مش تصنع اللعب صح ودي كانت مشكلتك يعني النهارده هلعب رد فعل برضه يعني هو هينزل ضاغط عليا وانا العب على المساحات اللي في ظهره باللي عامله استراليا هو اللي هيستدرجك انت اللي تصنع ماشي
هيسيب لك الكوره حلو عشان يلعب. هو هيلعب بالثلاثة دول وهيسقط واحد من دول معاهم بالظبط والباقي طاير عشان يلعب المرتد ده عارف عشان هو عارف انت هتلعب ازاي بالظبط اكيد ماشي. هو هيستدرجك ويلعب في ظهرك ماشي. بس انت هتحب او انت دايما بتحب ان اللي قدامك ياخد المبادره. مش كده بدات معاك الكلام في هنا على التاتش في ايه احنا قدام فرقتين بيسيبوا الاستحواذ صح الاثنين بيسيبوا الاستحواذ. طب تعال نشوف راي الناس كده توقعاتها للقاء والدنيا ماشيه ازاي. تعال نشوف كده بعض الاجابات من على السوشيال ميديا. يلا شباب. عبد الرحمن السيد هيبه بيقول صباح الخير اتوقع فوز مصر 1-0 يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ماشي. محمد صلاح ان شاء الله 3-0 لمصر يا موسى. ان شاء الله برضه يا موسى. نورهان جمعه بتقول 2-0 لمصر ان شاء الله يا موسى. فوز استراليا دي رنين رفض ماشي. شريف هاشم بيقول استراليا هتكسب 3-1 واو 3-1 ماشي. طيب توقعاتك انت ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ قصة تمشي ازاي؟ هي المباراة صعبة طبعا مش عشان اسم استراليا الموضوع يبقى سهل لا. استراليا دي كسبانة ارجنتين طبعا وخسرانة واحد وفرقة بس وفرقة قوية وفرقة اصلا مدرسة هي الناس بتحسبها على اسيا بس مدرسة انجليزي جدا وعندها لعيبة بتلعب في البريمير ليج وفي الشامبيونشيب فعندها المباراة صعبة لكن انا يعني ان شاء الله باذن الله ممكن المنتخب يخلص ممكن ان شاء الله بشكرك جدا يا عمر كالعادة استمتعت بالكلام معاك حبيبي ربنا يخليك. بشكر حضراتكم جدا كمان لحسن المتابعة وتعالوا الاول بس قبل ما نختم نشوف صور لوصول اثنين من ابطالنا هدايا ملاك وسيف عيسى وصلوا في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها لارض مصر بعد تحقيق برونزيتين مهمين جدا في التايكوندو الاثنين من نجومنا الكبار في طوكيو 2020. تعالوا نشوف كده بعض الصور من وصولهم واستقبال الناس ليهم حاجة محترمة جدا الحقيقة واثنين من اللعيبة اللي يعني كان في توقعات كبيرة والحقيقة ما كسفوناش. ميداليتين مهمين جدا اول ميداليتين هدايا كمان بتعمل ارقام مهمه جدا اول فتاه عربيه تحقق ميداليتين في دورتين اولمبياتين ورا بعض في ريو 2016 والنهارده في طوكيو. فتعالوا ناخد زميلنا محمد طه من المطار نعرف كده طبعا اللي بيحصل استقبال كبير واستقبال شعبي الحقيقه الناس كلها كانت في انتظار فرحه زي دي. يا طه مساء الفل او صباح الفل. مساء الفل وصباح الفل عليك كريم وطبعا صباح الفل على مصر كلها وعلى الانجازات التاريخيه اللي بيحققوها ابطالنا واللي بيحققها في كل المجالات. لحظه هنا يعني بصراحه تاريخية. يعني لحظه شعبيه تاريخيه جميله جدا واحد جسمه اشعر والله يا كريم من اللحظه دي من استقبال النجوم. ناس كتيره موجوده النهارده. انا سعيد والله بانه الناس عاديه رايحه تستقبلهم يعني مش مسؤولين يعني ولا يعني قصدي عادي الناس مبسوطه فعلا بوجودهم وبفوزهم فحاجه حلوه قوي اللي احنا شايفينه على الهوا ده. يعني عايز اقول لك كمان انا في جمعني بين بعض الناس اللي كانت موجوده في استقبالهم حوار كده جانبي لحد ما اللاعبين يخرجوا. في ناس جايه من محافظات والله يا كريم في ناس جايه من محافظات يعني لهذا الانجاز رغم ان هم عارفين ان هم يعني حتى مش هيعرفوا يسلموا عليهم هيشوفوهم بس كده ويحتفلوا بيهم. دي مجرد يعني يعني حاجه بتعني الكثير عند الناس اللي جم من كل مكان علشان هؤلاء الابطال اللي حققوا انجاز تاريخي جدا. فرحه كبيره كمان في وشوش وفي وجوه هؤلاء الابطال مع خروجهم لما شافوا هذا الاحتفال الكبير والاستقبال الرسمي والناس اللي كانت موجوده من وزاره الشباب والرياضه ووزاره التمرين المدني. حاجه يعني مش عايز اقول لك يعني خلتهم في منتهى السعاده والسامة على وشهم والورود والاحتفالات ويعني كمان كان في اوتوبيس مكشوف واعتقد موجود عندك الصوره وشايف الابطال هيكونوا كلهم موجودين واحتفال كبير جدا ويعني لحظات تاريخيه حقيقي فعلا ان هنا في مطار القاهره. المفروض دلوقتي الباص المكشوف هيتحرك لنادي الصيد وكل طريقه طبعا هيكون اللاعبين موجودين اعلى هذا الباص هو بيتحرك اهو خلاص بالظبط كده. فبالتالي يعني احتفالات في كل مكان وفي ناس كمان بره انا شايف كمان الاوتوبيس هو بيتحرك في ناس كمان واقفه بره عند المطار. ففي يعني اهتمام كبير جدا من كل الناس اللي بتقدر هذا الانجاز الكبير ومن حقنا ان احنا نفخر بهؤلاء الابطال سيف واكيد هدايه وكل كمان الابطال اللي جم معاهم اللي ما حالفهمش الحظ ان هم طبعا يحققوا ميداليات ولكن سعادتهم ببعض وروحهم كلها كمان مع بعض وهم خارجين ايديهم بايد بعض والفرحه بتبين قد ايه الترابط اللي بينهم وبتبين قد ايه الروح اللي كانوا بيعيشوها هناك في طوكيو عشان يحاولوا يحققوا هذا الانجاز التاريخي. فعلا لحظات هنا انا جسمي اشعر والله وانا شايف هؤلاء الابطال وفرحه كبيره وابتسامه وسعاده كبيره جدا. خلي بالك يمكن كذا مره يمكن اكون موجود في استقبال بعض اللاعبين اللي
يحققوا مثلا انجازات وبيكونوا موجودين، دايما يقول لك الانجاز الافضل او الاحساس الافضل بالنسبه لنا هي لحظه وصولنا للمطار بلدنا وبنلاقي ناس بتقدر ده وبتستقبلنا. دي بالنسبه لهم لحظات تاريخيه بعد طبعا لحظه رفع علم مصر في المحافل الدوليه. الاحتفاليه اللي في نادي الصيد هتبقى عامله ازاي النهارده؟ انا عارف ان سيف وهدايه من ابناء نادي الصيد يعني، فالاحتفاليه في نادي الصيد اخبارها ايه؟ بالضبط، بالفعل هو المفروض الباص المكشوف دلوقتي يتحرك في طريقه لنادي الصيد، وفي احتفاليه كبيره جدا بيتم تجهيزها دلوقتي من الصباح الباكر، بيتم تجهيز مفاجاه كبيره جدا لهؤلاء الابطال. مفروض هتكون الاحتفاليه بعد ساعه من دلوقتي، اللاعبين مش هيروحوا لكن هيروحوا على طول على نادي الصيد انتظار هذه المفاجاه والاحتفال بيهم. وسائل اعلام كثيره جدا موجوده من كل مكان، ايضا اعضاء نادي الصيد وايضا ناس كثيره من المهتمين مفتوح الحضور ليهم النهارده. احتفاليه كبيره جدا بهذا الانجاز التاريخي بعد ساعه من دلوقتي، واكيد طبعا هنكون موجودين معاكم وهنقول لكم كل جديد بيحدث في هذه الاحتفاليه الكبيره. اكيد طبعا يعني في كل مكان وفي كل مكان عايز يحتفل بهؤلاء الابطال طبعا. يمكن بداوا ببيتهم الاساسي نادي الصيد، ولكن اعتقد ان لسه يعني ممكن ما يلحقوش يناموا وما لقوش فرصه يناموا، لان كتير جدا في انتظارهم وفي تكريمهم. انجاز كبير جدا يا كريم، تحيا مصر ومبروك لكل مصر على هذا الانجاز، ونتمنى ان شاء الله بهذا الفعل الحسن ان يكون كل الموجودين دلوقتي في طوكيو يبقى عندهم جرعه من الحماس ان شاء الله، يا رب ان شاء ونقدر الله ونقدر نكمل باذن الله ونعود بميداليات اكتر. وانا مستعد اكون كل يوم في المطار لاستقبال كل الناس. يا رب تبقى كل يوم في المطار وتستقبل الناس، ويعني دايما كده نحتفل بابطالنا. وانا بشكرك جدا يا طه على وجودك معانا، واتمنى انا كمان انك تبقى دايما موجود في استقبال الابطال. وزي ما طه قال انه كمان الناس اللي موجوده لسه هناك في طوكيو اتمنى انها تبقى شايفه قد ايه الشعب فرحان، الناس فرحانه. استقبال شعبي ده معناها انه الموضوع واصل للشارع جدا. يعني طبعا كل التحيه والتقدير لوزاره الشباب للدوله المصريه بكامل مسؤوليها على دعم الابطال دول وعلى يعني مساندتهم في الـ في الـ في الـ في البطوله الاهم في العالم، لكن كمان انه الفرحه هتبقى واصله للناس. النهارده الناس دي رايحه علشان فرحانه، علشان حابه مصر، عشان حابه تشوف ابطال مصريين واخدين ميداليات. وانا سعيد جدا بالاستقبال الشعبي. استقبال المسؤولين مهم وبيدل على تقدير الدوله للابطال، لكن كمان استقبال الشعب ده بيوصل لهم فرحه مزدوجه، انه انت في الاخر انا رايح بمشاعر، مش رايح ولا عشان مسؤوليتي ان انا اروح، ولا رايح علشان ده واجبي، انا رايح وانا فرحان. وزي ما طه قال، ناس رايحه من المحافظات وناس رايحه من اخر الدنيا علشان تستقبل مش بس هدايا ملاك وسيف عيسى، لكن كل الابطال اللي شرفونا هناك. والحقيقه انا بقول انه كمان مش معنى انك ما اخدتش ميداليه في دوره الالعاب الاولمبيه دي او اللي فاتت او ايا كان ان انت كده وحش، بالعكس وجودك هناك ده شرف عظيم، مش ليك بس، ده لمصر. وجود مصر وعلم مصر في محافل دوليه زي دوره الالعاب الاولمبيه ايا كان مكانها فين وزمانها ايه، ده شرف كبير وشرف عظيم. حاجه كبيره جدا انه يبقى كل العدد ده في استقبال الابطال، ويبقى ان شاء الله فعل حسن كمان للي جاي باذن الله في مزيد من الميداليات وفي مزيد من التالق لابطالنا. مش بس سيف لعيب مجتهد جدا في التايكوندو، هدايه نجمه، وزي ما قلت لكم اول فتاه عربيه تحقق ميداليتين برونزيتين او ميداليتين عامه في دورتين ورا بعض، في ريو 2016 حققت وفي طوكيو 2020، وان شاء الله يحققوا كمان وكمان وكمان. عندنا ابطال كتيره النهارده موجودين هينافسوا، ويبقى ان شاء الله عندنا المزيد والمزيد من الميداليات. سعيد جدا بالمشهد ده، مشهد حلو، مشهد يفرحك بانه مصر فرحانه، وانه حتى لو الرياضه ملهاش شعبيه كبيره في مصر ايا كان الرياضه ايه، لكن بصوا الفرحه، بصوا الفرحه اللي الناس كلها فرحانه بيها. انا يعني بشكر جدا الدوله المصريه لمسانده الابطال دول ودعمهم جدا من كل المسؤولين حقيقه، يعني من اي مسؤول في كل اتحاد، وصولا لرئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي وكل الناس اللي دعموا حتى ولو بكلمه. لكن فكره انك تدعم، شفنا تدعيمات جايه من رئيس الجمهوريه، شفنا تدعيمات جايه من وزير الشباب والرياضه، شفنا تدعيمات جايه من نجومنا الكبار زي محمد صلاح وزي نجوم فنانين ومطربين، ويعني تدعيمات جايه كبيره جدا برغم انه بقى كان في بعض الانتقادات السخيفه في اول الحكايه، لكن كلها تلاشت وكلها اتنست واتمسحت، لانه الحقيقه الناس ما قصرتش. حتى لو ما اخدتش ميداليه، حتى لو ما كسبتش، لكن انا ما عملت اللي عليا. موضوع بقى موضوع امكانيات، موضوع قله خبرات، موضوع رهبه البطوله،
انت لا تتصور رهبه البطوله دي، رهبه انك بتمثل بلدك في اهم حدث رياضي في العالم. طبيعي انك يبقى عندك رهبه، وبالذات ان انت عندك شباب 18 سنه و19 سنه و20 سنه اول مره يروحوا، وفي ناس راحت قبل كده، لكن قصدي انه ليها رهبتها، ليها خضتها. في حاجات لازم تبقى واقف مع الناس وتبقى عارف ان الكلام ده بيوصل لهم، ولو مش بيوصل لهم هم بس، او مش بيوصل لهم هم، بيوصل لاهليهم وقرايبهم وجيرانهم واصحابهم. فاتمنى ان كل واحد يخلي باله من كلامه جدا على السوشيال ميديا اللي بتوصل لكل واحد فينا، وكمان يدعم. التدعيم مش هياخد منك ابدا ابدا ابدا. دعم اولاد بلدك في بطوله مهمه، هم 10,000 لاعب على مستوى العالم، منهم 138 اعتقد الرقم بالظبط، يعني مصريين محتاجين دعمنا، محتاجين دعمنا. حتى لو مش كلهم هياخدوا ميداليات ومش كلهم هيعملوا ارقام كبيره، لكن كفايه تواجدهم هناك، لانهم ده في حد ذاته انجاز، لانه يعتبر واحد من اهم اللعيبه في العالم في لعبته. كل التحيه والتقدير لابطالنا اللي حققوا واللي ما حققوش، كلنا وراكم، كلنا بندعمكم، كلنا بنساندكم، ودايما كده مصر علمها مرفوع في كل الاحداث الكبيره. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه، دايما خليكم معانا على اون تايم سبورت. اشوفكم على خير. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان مهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، او رهنوا عليك تخسروا وكسبت. انا ابن هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، او رهنوا عليك تخسروا وكسبت.